بلا شك فهي مبادرة طيبة، لأنه واخا جات متأخرة كما كان الحال فاليوم الأسر الرياضية تجندات مع الناس السلطات المحلية والغيورين على الرياضة بصفة عامة، وخاصة الناس ديال أبناء الحي المحمدي. فالعربية الزاوية غنية أنا التعريف، كل شيء كيعرفوا أسد خدمات جليلة للكرة المغربية بصفة عامة، وكذلك الكرة البيضاء بصفة خاصة. الطاس في عهده كانت زاهية كيف كنقولوا، مع الأسف سمعنا بأن هناك كاين طلب كاين تعسف، لكن الحمد لله الناس تجندات ودارت واحد مباراة كريمية لرد الاعتبار والاعتراف بهذه الشخصية الوازنة الرياضية. الانسان اللي كان من ضمن الناس اللي عطاو للبلاد في التربيه، في الرياضه، في الثقافه، لان كان مستخدم دار الشباب والرياضه، لان تابع لوزاره الشباب والرياضه. حنا من شفنا هذا السكن، المشكل ديال هذا، الحمد لله اتصال مع السيد العامل ديال صاحب الجلاله الحي المحمدي عين السبع، اللي قام بواحد العمل كبير للجانب ديالنا، وعرف بان هذه الفكره نبيله جدا، تكريس الاسم ديال العربي الزاولي وتكريم ليه ماشي اعانه ليه، لان ملي تجي تشوف بان راه كل شيء غادي يعيش، كل شيء غادي يلقى من السهل هذا، ولكن اعترافا بداك الشيء اللي دار، الذاكره ترجع باش يعرفوا الناس شكون هو العربي الزاولي، اش دار البلاد. الفكره جات نهار اللي انا سمعت الخبر بانه كان واحد الوقفه احتجاجيه وجا الافراغ للعائله ديال المرحوم الزاولي، فبادرت بالفكره، اتصلت باول من اتصلت به هو الاخ ديالي اسم مصطفى حداوي، لانه كنخدموا في دومين سوسيتي ثانويه منذ زمان، فعيطت له قلت له شنو وقع، قال لي انا جاي، قدرنا جلست عمل، بدينا اول اتصال اللي اتصلنا به اتصلنا بسيد وزير الشباب والرياضه باش يوقف هذاك الشيء. من بعد اتصلنا بالسيد العام اللي كان الباب ديالو مفتوح ومدلنا يدو المساعده، وكان الله صراحه كيتشكر على هذا الشيء اللي عمل معنا، عطانا ديال 3 لي زابارتومون للعائله على اساس نخلصوا فيهم واحد 30 مليون ثلاثه، والرئيس المقاطعة الحي محمدي تا هو كان في مستوى، وبدينا كندقوا البيبان، دقينا الجهه السي الباكوري والسي الجماهيري اللي كانوا تا هما على هوتور وساهموا تا هما. السي مصطفى عاود حداوي اتصل بالسي القجاع، هضر له على الموضوع، تا هو قال له انا راهن الاشاره ديالكم، تا هما غادي يساهموا معنا، كاين لا فونداسيون ديال مؤسسه محمد السادس ديال الابطال، تا هما كاينين. هاد السيد كيتسهل يستاهل منا اكثر، لانه كان من الاطور، انا صغير وكنعقل على باربي، ما كاينش اللي ما كيعرفش العربي الزاولي، لانه كان من الاطور القويه، ونقد عدد ديال الاجيال، خدم عدد ديال الاجيال، خدم لاعبين، خدم الناس اللي واخا ماشي لاعبين، لكن كيوقف مع الجميع. كان الشغل ديالو هو من المؤطر، هو كتشوفه في الشارع، تشوفه في التيران، تشوفه كيوقف مع عائلات، فما خداش حقه. وجا الوقت وكنتمنى هاد البادره هادي غير بادره حنا بديناها، ولكن خصها تكبر، خص يكون عنده دوري ديالو بحال الدوري ديال المرحوم نتيفي، لانه السيد اللي طعم البطوله المغربيه كلها. شوف صراحه هادشي قليل بطبيعه الحال في حقه، ولكن الحاج العربي الزاولي هو في المغرب الحمد لله يعني في الوسط الرياضي معروف، يعني في مثابه اوتور كبيره بزاف اللي عرفها التاريخ ديال كره القدم الوطنيه، ك المرحوم الاب جيكور، المرحوم مثلا الخميري، الحاج عربي الزاولي، الحي المحمدي والطاس، وواحد العدد ديال النجوم الكره الوطنيه اللي هم خير كبير فهمتيني بحق هذا السيد، لانه كيف قلت كان منذ زمان حنا مازال صغار وكنعرفوا، كنا كنسموا بانه الحاج عربي كيعتني بزاف بالمواهب الشابه، وكي يعني كان كيخدم بقلبه بالجوارح ديالو، والشغل اللي كان كيشغل الذهن ديالو الكبير دائما، وهو يواصل ديك التكوين القاعدي مع الشباب حتى كيوصلهم لمستوى عالي. وكيف قلت الحمد لله المنتخب الوطني المغربي عرف واحد العدد ديال نجوم الكره الوطنيه بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والفضل ديال العربي الزاولي. مزيان، فرحنا وفرحوا القلوب، اللي شحال من سنين كنتسناو هذه الفرحه، عمرنا ما شناها، عمر هذه الفرحه ما شناها، رحنا غادي نقول ما عرفاش غادي ندير،
اللي عيطوا علينا وجاوا الناس وجاوا الحباب وسولوا فينا بي فيه. هاد الناس مشاو لعند العميل وجاوا قالوا لينا فرحنا حيت 32 عام ومنايت الراجل عمر شي واحد ما طق علينا الباب. حنا ما عندناش خلطه الدراري باقي ما عندهمش الله خدمه لا والو. انا 10000 ريال عندي في الشباب الريان ما كاين والو في الانتريت. ايوا عاونونا الشرافات اللي عاونونا وقفوا لينا في هادشي هادشي اللي عطاونا الله يخلف عليهم وكثر خيرهم. عندي كلشي اللي تامد في هادشي وجا عندنا كلشي الناس كلشي هاد الرجال وهاد الناس اللي ساهموا فينا الله يخليهم. واش نقول لك الانسان ما قارين ما عمره خرج من عمره دوكي غادي يدير ها ها